بالنسبة لوضع الاقتصاد في لبنان، وضع السياسي، وضع الحياة العامة بلبنان مسيطر عليها حزب الله لمصلحته الشخصية لأهداف إيرانية، استعمار شيعي في المنطقة كامل، أدى لخراب المنطقة بشكل كامل وتدمير يعني الوضع الاقتصادي، وضع الحياة صار مزرية لصالحهم هني. ولكن نتوقع إن شاء الله انقلابات في لبنان وتغيير هاي السياسة وشيل حزب الله من جذوره إن شاء الله وتعالى حتى يتحقق الاستقرار الوضع الاقتصادي في لبنان. عشرة بلدورة، عشرة بلدورة، عشرة بلدورة. اقتصاد لبنان مبين مين اللي خربوا، يعني ما في داعي احنا هون بسوريا كلياتنا بنعرف، وخاصه بالشمال هو حزب الله والحكومه اللبنانيه، وطبعا هي الحكومه هي حزب الله. فعندك ما انا بس كاسماء ما بعرف، في باسيل مثلا وهو حزب الله بشكل عام، كتجاره مخدرات كما تجاره ممنوعات كلها بشكل عام هو اللي خرب الاقتصاد اللبناني. بس الاقتصاد اللبناني حصرا هن الجماعه حزب الله والله. ونحن بنتمنى من الشعب اللبناني ينتفض مثل ما احنا انتفضنا على بيت الاسد، ويقوم ضدهم ويسقط الحكومة والحزب كلياته بشكل عام. يا تفاح، كل تفاحة اليوم تسليم على الدكتور دو. طيب التفاح معلم، بالنسبة معروفة هاي انهيار عملة لبنان، العجز غير يعرف سببها حزب الله وغيره وأعوانه وكل من مأيده. ليش؟ لأنه كل اقتصاده تسحبه من الشعب المسكين ويوردوا لإيران، لأنه هو كلب عند إيران. اطلعوا على هالشعب، على هالحكومات هاي الفاشله، وعلى هالحكومه الفاسده هاي، الميليشيات تبع حزب الله وغيره، وايران هي مسيستكم ومشيتكم مثل ما بدهم، واقتصاد بلدكم من موانئ ومن نفط ومن كهرباء ومنه كله تعي يروح لايران. حزب الله هاي ذريعه، يغذينا ذريعه انه هني عم يحاربوا اسرائيل، هني عم يسرقوا الاقتصاد اللبناني، وهني اللي عم تاجروا بالحشيش، هني اكبر تجار للحشيش واللي دعمتهم ايران، ايران الممول الاول لحزب الله بتجاره الحشيش وبسرقه الاقتصاد اللبناني. بنتمنى من اهلنا اللبناني يطلعوا انتفاضه قلب واحد، ينتفضوا كل الشعب اللبناني، ينتفض ضد حزب الله وضد تجاره الحشيش وضد سرقته للاموال اللبنانيه. انهيار الاقتصاد اللبناني ليس له علاقة مع الشعب السوري ولا مع أي مهاجر هاجر إلى لبنان. الانهيار اللبناني هو دعم حزب الله من القوة السورية، من النظام المجرم السوري، لدعم حزب الله، لدعم المواساة الإسرائيلية. هذا هو سبب الاقتصاد اللبناني. وأنا نحن ننصحكم من أرض بلاد الشام يا جيراننا يا أهل لبنان، إن انهيار الاقتصاد في لبنان هو دعم حزب الله ودعم الميليشيات الإيرانية من أجل أن تقوى. هلا حزب الله هو اللي سرق الثروات اللبنانية، وال عم يتاجر المخدرات، وإذا ما انتفض الشعب اللبناني صعب يمكن يمرق من هالأمور هاي. الاقتصاد تبعهم السوري ما له علاقة فيه، المهاجر السوري النازح يعني بالأحرى، السوري هو اللي محرك لهم اقتصادهم، بس إنه عم يحركوا ضد بدي يطالعوا السوري من عندهم، واللي عم يسرق لهم اقتصادهم وعم ينهبهم وعم يتاجر المخدرات هو حزب الله بشكل عام، يعني حزب إيران اللبناني.